فازت مصر بتنظيم بطولة العالم للسلاح 2021 بعد حصولها على 126 صوتا في الاتحاد الدولي للعبة السلاح من أجل أو من إجمالي 131 صوتا خلال عملية التصويت على اختيار البلد المنظم التي جرت في سويسرا. وبحضور مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للكبار 2021 ستصبح مصر أول دولة تنظم بطولتي عالم للكبار والناشئين في العام نفسه، حيث سبق لمصر أن فازت بتنظيم بطولة العالم للناشئين